نروح لجزئيه تانية الحقيقه وهنكمل معاكم باقي الاخبار بالنسبه لشان الملف القبطي القس انتوني حنا من سان فرانسيسكو الحقيقه هو مهموم جدا بكل مشاكل مصر يعني اخر حاجه كان كتب عنها قال ان هو قدم بلاغ للرئيس السيسي وزير الداخليه والسفيره لمياء مخيمر القنصل العام لمصر بلوس انجلوس محتوى البلاغ عن موقف مهين تعرض له شاب قبطي على يد احد ضباط الشرطه في احدى القطارات وهو متجه الى عمله وبيقول ابونا انتوني انه جاءني شاب من المنيا وصل من مصر منذ أيام قليلة، طلب مقابلتي للأهمية، شاب مهندس من عيلة ميسورة، كان بيعمل مهندس مدني بمشروع نفق القناة الجديد مع المهندس المصري هاني عازر، حكالي قصة مروعة أعرضها في بلاغ رسمي، بيقول إنه كان في المشروع بمنطقة بور فؤاد وكان بيذهب على الأقل مرة واحدة في الشهر عشان يشوف أسرته في المنيا، وكان بيرجع في القطر المكيف اللي بيغادر المنيا بعد منتصف الليل ليصل الى القاهره في الصباح الباكر وبيستقل اتوبيس الشركه اللي بي بيقله الى المشروع وكان بيقطع التذكره من على النت ويتاكد انها بجانب الشباك عشان يسند راسه وينام عشان يلحق بالعمل صباحا بيسافر فتره الليل ومنذ مده قصيره قطع التذكره كالمعتاد وجلس بكرسيه الصحيح كما تقول التذكره وقبل قيام القطار جت سيده محجبه جلست بجانبه وبدون مقدمات بتقول له انت قاعد هنا ليه؟ قوم عشان انا اللي هقعد هنا قال لها يا فندم انا قاطع التذكره ودي التذكره وده الكرسي الصح بتاعي. قالت له مش مهم هتقوم يعني هتقوم؟ قال لها انا مهندس واسمي كذا ومحتاج اقعد جنب الشباك عشان اسند راسي ونام عشان عندي شغل الصبح. قالت له يعني يعني مش هتقوم؟ طيب قال لها انا اسف مش هقدر اقوم انا مش هقدر اقوم لان ده مكاني. قالت له طيب هتشوف اللي هيجرى لك ونام مغطى عينه واستغرق ونسي الموضوع وتوقف القطار في محطه الجيزه وهو مستغرق في نومه ليستيقظ على صفحه قويه ايقظته من نومه ليفاجئ بضابط بوليس ومعاه خمسه اشخاص واقف قدامه وقاعد بقى يمطروا بوابل من الالفاظ القذره وبيمسكه من ملابسه وهو يصرخ فيه الضابط انا المقدم فلان ودي الهانم حرامنا هو مش لما ستك تقول لك تقوم تقوم يا ابن كذا ستك تقولك لك تقوم الشاب قال انا قاعد في مكاني ودي تذكرتي وانا عملتش حاجه غلط الرجال اللي كانوا مع الضابط وبيردوا بقى على حضره الضابط يعني ان هو يعني يا سلام الكمسري بيستنجد بيهم يعني المهم انه اللي اتقال انه الكمثري كان قال يعني للشاب ان هو يسكت كده او يخرص يعني ال... واللي له في ايه يا فندم بقى بيتكلم مع الظابط قال له الضابط ال... سته بتقول له قوم عشان تقعد مكانه وعامل فيها راجل وبيرفض راح العنصر الامن قال له يا فندم لو امن الـ امن القطر يعني هو امن الـ المحطه اللي هي محطه الجيزه قال له يا فندم احنا متاسفين جدا للهانم لو كنت حضرتك بلغتنا كنا عملنا حاجه بدل ما تضيع وقت سعادتك والشاب بيحاول يتكلم يقولوا له ما تفتحش بقك وتنتهي المشاحنه بوابل من الشتائم القذره لهذا الشاب المسكين اللي هدرت كرامته قدام الجميع عشان اسمه وعشان هو طبعا عارفين ليه ويروح لعمله وهو في حاله نفسيه سيئه ورئيسه يشوف يلاحظ عليه ان هو حالته سيئه ويحكي له القصه فطبعا يعني يعني قال له خلاص روح لسكنك واستريح وما ترجعش للشغل غير لما تشعر بارتياح. بيقول ابونا انتوري حنا انه الاسم اسم الشاب معاه والتذكره موجوده كمان معاه واسم المقدم الظابط اللي قال له ستك لما تقول لك تقوم يبقى انت تقوم كل ده موجود معاه. وان هو مش هيعلن عن الامور دي كلها غير انه في كمان بيقول برضو رئيس هذا الشاب المباشر شاهد على الواقع لانه اول ما راح حكاها كل الاسماء وكل الوقائع موجوده موثقه بالدليل وهو بيتمنى انه يتم الاستجابه ويتم التحقيق في هذا الامر بشكل رسمي يا ترى هيتم الاستجابه ولا لا حاجه تحزن قال له لما ستك تقول تقوم يبقى تقوم ست مين هو احنا فين دلوقتي ولا البلد دي بلد ايه بالظبط علشان يقول له اساسا ويسمح لنفسه انه يقول له هذا الكلام يعني ده دي واقعه من وقائع طبعا يعني ويمكن دي ذكرت ولكن هناك وقائع كثيره لا تذكر ربنا يرحمنا اما حول دير ابو مقار والامور الجديده، البابا توادرس الثاني رئيسا مؤقتا لدير ابو مقار وأبو مقار وهذا الخبر نقلا عن جريده الدستور حيث تقول الدستور انه مصدر كنسي كشف من داخل دير ابو مقار انه البابا توادرس قرر رئاسه دير ابو مقار خلال الوقت الحالي بشكل مؤقت لحين انتهاء الازمه، واضاف هذا المصدر الكنسي من داخل الدير ان البابا قرر ذلك خلال لقائه رهبان ابو مقار وهي المره الثانيه لبابا الكنيسه ان يتولى رئاسه الدير منذ نياحه الاب متي المسكين وتابع ان البابا قرر زياره ابو مقار كل فتره ومتابعه شؤونه والى الان لم يتضح انه سينقل رهبان جدد من الدير الى الاديره الاخرى ام لا لانه كان اتكتب على موضوع 18 راهب تاني غير السته اللي تم نقلهم بالفعل. كان البابا توادرس ايضا في بعد قداس الأربعين السبت الماضي اسند مهام امانه الدير الى الراهب بترونيوس المقاري. الراهب بترونيوس المقاري بيتمتع بسيره طيبه ومحبه بين الرهبان وكمان هو ابن وتلميذ للانبا ابيفانيوس الراحل. يذكر ان الزيارات ما زالت ممنوعه حتى الان الى الدير حتى انتهاء قضيه مقتل نيافه الانبا ابي فانيوس المتنيح وسوف تعقد اول جلسات المحاكمه ان شاء الله يوم 23 سبتمبر الجاري وحول هذا الموضوع ايضا وامور اخرى ليها علاقه بالرهبان في الفتره الاخيره كان الحوار اللي كان عمله الاستاذ الصحفي عماد خليل مع نيافة الانبا دانيال كشف فيه عن امور كثيره جدا، قال الانبا دانيال اسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس في حوار مع صحيفه المصري اليوم ان قرار تجريد الراهب اشعيا كان بعد عشرة ايام من حادث مقتل الانبا ابي فانيوس، اما تجريد يعقوب المقاري فكان في وقت اخر وعن سبب عدم تجريد الكنيسه للراهب فلتؤوس حتى الان قال الانبا دانيال ان قانون الكنيسه بينص على انه لتجرد اي راهب او توقيع اي عقوبه كنسيه عليه لابد ان تتم بعد تحقيقه وتحقيقه واعطائه فرصه للدفاع عن نفسه وللاسف بعد عمليه محاوله انتحاره اخذوه للمستشفى تحفظوا عليه ذهبنا انا والانبا دانيال مستشفى الانجلو ولم نستطيع مقابلته لان النائب العام كان مانع الزيارة أما بالنسبة للتحقيقات التي أجريت مع الراهب فكان برضو الراهب أشعية بيقول الأنبا دانيال سكرتير المجمع بيقول أنه اللجنة اللي حققت معه كانت مشكلة مني ومن الأنبا متاؤس رئيس دير السوريان والأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا وهناك اتهامات أنكرها واتهامات أخرى قال أنها من فترة طويلة وانتهت والتحقيق كان داخل الدير قبل توجيه الاتهام رسميا له ونحن نتابع الموقف وأضاف سكرتير المجمع المقدس أن الأدانة الكنسية ليست على جريمة القتل لأن وقتها التحقيقات لم تكن قد انتهت ولكن هناك وقائع سابقة فقبل الحادثة وتحديدا في فبراير عام 2018 حكم عليه أن يذهب لدير آخر لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة مالية وأخلاقية ولكن الأنبا أبي فاني البابا أن يقضي أشعياء العقوبة داخل دير الأنبا مقار والبابا وافق بعد طبعا ما شفنا كانت التوقعات اللي كانت بالرهبان ولما جت الاحداث دي وبيكمل نيافه الانبا دانيال بيقول لقينا نفس المخالفات فاتخذنا قرار التجريد وكشف نيافه الانبا دانيال ان الكنيسه لم تراجع حسابات الراهب كما قيل وانه يعني لم نقم بذلك وده دور جهات التحقيق ولكن من ضمن الاتهامات اللي وجهت له انه حاول ذات مره انشاء دير بدور اذن واشترى ارض داخل وادي النطرون وبعدها اختلف مع شركاء له في الارض وباعوها وكانت هناك مخالفات اخلاقيه يعني القصص بتاعه الحساب اللي عنده والكلام ده ملهاش علاقه لجنه الشؤون الرهبنه والاديره لكن هو بيقول ان دي التحقيقات وان اللي اتقال في التحقيقات ان هو كان موضوع خلاف المادي ده اللي كان حتى في محامي الاستاذ كرم غبريال يمكن لو حضراتكم ذكر ذكرنا اسمه لما كان معانا اسامه عيد ان هو كان هو كان راحوا له الشركاء الاشعيه في الموضوع الارض ده وكانت برضو كانوا راحوا للانبا فانيوس والامور دي كلها يعني مخالفات ليها علاقه بالدنيا دي كلها المهم انه الحقيقه برضو يمكن بالنسبه للراهب يعقوب المقاري برضو انه زي ما شفنا واكد نيافه الانبا دانيال ان موضوع الموضوعين ما كانوش مرتبطين ببعض اشعيه ويعقوب بالنسبه للراهب المتجرد يعقوب المقاري اللي اسمه العلماني شنوده كان في حوار له مع اليوم السابع بيقول ان انا كتبت ايصالات امانه واستدنت من رجال اعمال اقباط في المهجر عشان اسس هذا الدير وان بعض المشروعات الخدميه فيه هي ديون بلا فوائد مش هيسيبوها لانها ليست تبرع وكنت اخطط يعني هو هو ده كان الكلام ده كان يعني ذكروا برضو ان هو الفلوس اللي انتم متخيلين ان هو بيتبرع ان هو يعني لماها دي دي عباره عن انه زي استثمار او ديون على عليهم وان هم بنوا الحاجات دي وان المفروض ان في مشروعات كان هيسدد منها الديون دي فقال انا عندي مشروع دواجن وفكرت في تاسيس مصنع مكرونه وعندنا مزارع زيتون وموالح ورمان وكنت هانشئ مصنع سلك وكابلات ولكن الكنيسه قالت الديون الديون ملناش دعوه بيها وده طبعا هيدخلني السجن لاني مضيت ايصالات امانه وطبعا هتحبس ورفضت طلب الكنيسه وقالت وقلت سددوا الديون ما عندناش استعداد ما عنديش استعداد ادخل السجن ب... فبيقول انه دي المشكله اللي خلت انه ما, ما وافقش على او آه يعني الناس ال... الاساقفه اللي راحوا له وناس كتير اللي قالوا له لازم انه ال... الامر يبقى رسمي فالمهم هو قال ان البابا رفض عشان هو عايز ينقل ملكيه الارض باسم الكنيسه وقال ان انا التقيت الانبا مكاريوس بالقاهره مع اصحاب الارض والدائنين وانتهت الجلسه بعباره الارض والدير مقابل الكهنوت. فان لم امنح الكنيسه الارض سيتم شلحي والناس رفضوا خوفا من بناء منتجع سياحي في هذه الارض وقال انا ما نصبتش نفسي بطريارك الفيسبوك هو اللي قال كده وانا كاهن من حقي ان انا ارسم رهبان عشان الرهبانة ليست درجه كهنوتيه ولكني لا استطيع ان ارسم شماس مثلا لانها درجه كهنوتيه وقوانين الرهبانه تسمح بذلك وانا نفسي مرسوم بيد ابونا كرولس المقاري وكان كاهن وابونا متى المسكين كان بيرسم رهبان والبابا كرولوس السادس رسم رهبان حين كان ابونا مينا المتوحد وعشان كده فبيقول انا راهب احب ان انا اعيش راهب واموت راهب ولا اشتهي ان اكون اسقف والانبا روفائيل كان ليه بعض التصريحات، تصريح بخصوص ابونا يعقوب وتصريح اخر بخصوص الانبا ابي فانيوس، فالانبا روفائيل كان بيقول ان دير الانبا قراص هو الوحيد في وسط الاديره اللي كان تم الاعلان عنها في القرار اللي كان تم يعني اخذه في الفتره اللي فاتت بالنسبه لتقنين اوضاع الاديره، وبيقول ان هو الوحيد اللي رفض التقنين حيث اشار الانبا روفائيل انه بعد تولي البابا توادروس الثاني رعايه الكنيسه القبطيه قال ان انا كنت على راس اولويات أه كان عفوا على راس اولويات البابا تقنين اوضاع هذه الاديره الغير تابعه للكنيسه وبيقول الانبا رفائيل ان كل الاديره اللي كانت بنيت في السنوات الاخيره من عهد البابا شنوده الثالث وغير مقننه وبدون تبعيه للكنيسه تبعيه للكنيسه تم تقنين اوضاعها وتنصيب احد الاساقفه الإشراف عليها الا الدير الوحيد اللي لم يستجيب لنداءات الكنيسه هو دير العدرا والام والانبا كراس وبيقول انه لمده خمس سنوات منذ رعايه البابا تودرس الكنيسه وهو بيحاول بالنسبه لدير الانبا كراس ولكن للاسف الشديد بيقول انه كلنا كنا رحنا وقعدنا مع الراهب ناس كتير راحوا وقعدوا مع الراهب يعقوب المقاري ولكنه رفض موضوع التصالح مع الكنيسه باي شكل وبيقول الانبا رفائيل ان هو نفسه كمان طالب البابا بتجريده منذ فتره طويله ولكن البابا كان متاني وبيؤجل على اساس ان يبقى في محاولات لاتاحه الفرصه للراهب للتراجع عن فكره وتسليم الدير للكنيسه وللاسف فشلت جميع المحاولات اللي انتهت بتجريده وطبعا المفروض برده والبيان اللي نزل بانه عدم الاعتراف بالدير وانه ما فيش اي رحلات المفروض تروح فبيقول ان في ثلاث خيارات امام الكنيسه لمعالجه الازمه ده الثلاث خيارات دي كان الحقيقه رد القصه بولس حليم المتحدث باسم الكنيسه قال الكنيسه لا تساوم احد وليس من طبيعتها هذه الاساليب انما الكنيسه ذكرته زك... بمبادئ الرهبنه اللي قبلها بمحض ارادته عند دخوله للدير والشروط اللازمه لانشاء دير جديد وبيقول ان هو ب... ابونا بولس بينفي ادعاء الراهب بانه رغبه الكنيسه بانها تحول الارض المنتجع السياحي قال لك الكلام ده طبعا كلام عاري تماما عن الصحه وكمان الانبا دانيال اسقف المعادي كان علق على موضوع انفصال الراهب يعقوب المقاري عن البابا تواضروس واستقلاله بالدير وقال انه لجنه كنسيه زارت الراهب على فترات لمده اربع سنوات وانظرته ولكنه للاسف الشديد لم يرتدع ويرد على اللجنه البابا جردني قبل كده وكتب في الكرازه هيعمل ايه تاني؟ زي ما بقول لحضراتكم بقى الخيارات الثلاثه هي كالاتي الخيار الاول اما ان هو يعود ويعني النصح يكون في النصح يعني ويستجيب ويسجل الدير باسم الارض باسم قداسه البابا الخيار الثاني ان هو يترك الامر للجهات المعنيه في الدوله للتعامل مع الراهب وهو بحسب الان دانيال بيحتاج لتنسيق مسبق بين الكنيسه والدوله والخيار الثالث امام الكنيسه هو فرض مقاطعه على الدير زي التحذير اللي كان تم واللي هو يعتبر عزل عزله على الدير يعني عزل عفوا على الدير ودي وسيله ضغط على الراهب لتسليم الدير لها ولكن زي ما بنقول هنشوف الجزء الثاني اللي يمكن كان اثر ردود فعل شويه الفتره اللي فاتت وهي برده مش حاجه جديده من تصريحات الانبا رفائيل وقت موضوع الاستشهاد الانبا ابي فانيوس هو ليه الحقيقه وجهه نظر في الموضوع ده حيث تداول عدد من نشطاء الفيسبوك فيديو للانبا رفائيل وزي ما بقول لحضراتكم الفيديو ده كان من بعد نياحه الانبا في بوقت بسيط لما كان برضو بيتحدث فيه عن موضوع انه الدير فيه يعني الدير في امور كتيرة يعني مش مظبوطه يعني فكان الفيديو كان بيقول انه في بعض التيارات الشبابيه الانبر روفائيل يعني كان بيقول في الدير كده بتريد اثبات ان الراحل الانبا ابيفانيوس رحل شهيدا لاجل الايمان الانبر روفائيل بيقول انه مقتل الانبا ابيفانيوس هو جنائي ليس له علاقه بالايمان كما يروج البعض وقال ان حادثه مقتل الانبا ابيفانيوس غيرت في كثير من الامور بالكنيسه اهمها القرارات الاخيره لتصحيح مسار الرهبنه واللي التزمنا به جميعا كأسقفة للكنيسه تابع الانبر وفقيل في هذا الفيديو انه رغم ذلك نواجه عفوا الكثير من الشائعات الغير مبرره من بينها نسب التهم لبعض القيادات الكنسيه ومثال على ذلك اتهامي بالتحريض على القتل بعد اعلاني غلق حسابي الخاص على موقع التواصل الاجتماعي رغم هذه ان الخطوه دي جت لتنفيذ قرارات البابا بشان اغلاق حسابات الرهبان وان انا قمت باغلاقه على اساس ان انا راهب علشان اشجع جميع الرهبان وقال الانبا رفائيل ان في بعض القنوات الاخوانيه اتهمتني شخصيا بالتحريض على مقتل الانبا ابيفانيوس وبعض التيارات الشبابيه استغلت الموقف لتحقيق مكاسب واغراض وفي فيديو على فكره بموضوع ده ان هو هنا بيعتبر انه بينفي قصه الموضوع الاستشهاد على انه ليه علاقه بالايمان على اساس طبعا الامور اللي كانت تم ترويجها لموضوع انه الدير ده بالتحديد واللي هم تابعين للانبا للبابا شنوده او اللي تابعين لابونا متى المسكين وانه في خلافات عقائديه وايمانيه وهذا الكلام يعني فبيحاول كان الانبا رفائيل انه ينفي هذا الامر وانه بيؤكد على انه موضوع رحيل الانبا ابي فانيوس ما هوش آه شهيد ده آه ده جنائي وان هو ما يعتبرش شهيد لاجل الايمان طبعا جدل كبير بقى على مواقع التواصل الاجتماعي انا مش هدخل فيه ولكن انا بس حبيت اقول لحضراتكم الجزئيه دي من الحاجات اللي احنا دايما بنحب نقولها اللي شغله بتبقى شغله مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقة احنا يمكن من, من وقت آه يعني نياحه واستشهاد الانباء ابي فانيوس الى الان واحنا عندنا مواويل كتير وصراعات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وما بنحبش ان احنا يعني نتطرق اليها فاكرين طبعا بالنسبة لدير الأنبا صمويل منذ الحادث برضو الإرهابي اللي كان للأوتوبيس الرحلات اللي كانت العربية النص نقل واستشهاد حوالي 26 شهيد في الموضوع ده وانه من ساعتها ومفيش زيارات للدير وانه كان مفروض انه اتقال وقتها انه هيبقى فيه طريق والطريق ده هيتعمل وهيبقى فيه عليه خدمات و... والكلام ده كله والمهم لغايه دلوقتي طبعا اكتر من سنه وشويه اهو والموضوع ما اتحلش ف... وطبعا محافظ المنيا القديم اتغير ودلوقتي احنا عندنا محافظ جديد فاللي عملوه رهبان دير الانبا صمويل ان هم راحوا زاروا المحافظ الجديد اللي هو قاسم حسين وقدموا له التهنئه بمنصبه الجديد وفتحوا موضوع مناقشه امكانيه اعاده فتح الدير مجددا للزيارات وموضوع رصف الطريق المؤدي للدير استعدادا لاعاده فتحه للرحلات الكنسيه من, من جديد وقال ان هو وعد المحافظ الجديد انه هيتم عرض رصف طريق الدير في مناقصه بوقت قريب للبدء في اعمال الرصف وانه اللقاء انتهى بالتاكيد على فتح الدير مره اخرى لاستقبال الرحلات الكنسيه ولكن بعد تامين طريقه جيدا ورصفه وهذا ما ستعمل على تنفيذه المحافظه بالوقت الراهن برضه زيه زي اي حاجه هم اهدوا المحافظ مصحف تقريبا وزيه زي اي موضوع برضه كان في جدل على الموضوع ده وفي بعض الاراء اللي كانت بترفض انه يكون في رهبان هم اللي يروحوا بنفسهم لتقديم التهنئه للمحافظ حتى لو في شان له علاقه بالدير بيتم مناقشته لكن من الناحيه الاخرى هم شافوا انه محتاجين انهم يفتحوا الموضوع ده مع المحافظ الجديد وزي ما بقول لكم زي اي مواضيع بتثير بتثير جدل يعني مصر للسياحه بتنفي صدور اي قرار لمنع المسيحيين بالسفر، نشرت جريده وطني خطاب ارسلته الشركه القابضه للسياحه والفنادق في مصر السياحة ردا على الاتهام الموجه لهم انه كان في لا للمسيحيين وان قرار مصر للسياحه رحلتها للصحفيين. نفت الشركه صدور ده نفي اهل قدام حضراتكم السيد الاستاذ يوسف سيدهم رئيس تحرير موقع جريده وطني تحيه طيبه وبعد ايمان لما نشر موقعكم وجريدتكم الغراء يوم الاربعاء 5/9 تحت عنوان لا للمسيحيين قرار مصر للسياحه رحلاتها للصحفيين نوضح الحقائق التاليه اولا تنفي الشركه صدور اي قرار من جانبنا بمنع الاخوه المسيحيين من السفر الى اي مكان بل بالعكس ترحب الشركه بتنظيم البرامج لكل المصريين على حد سواء ثانيا قمنا بتنظيم اكثر من تسع رحلات رحلات مع الاستاذ حسين الزناتي رئيس لجنه النشاط بالنقابه خلال الشهور الماضيه تضمنت سفر الاخوه المسيحيين لطابه من خلال بروتوكول التعاون المبرم بين الشركه ونقابه الصحفيين ولم تحدث اي مشاكل ثالثا تؤكد الشركه على احترامها وتقديرها لكافه الديانات وده طبعا ممضي برئيس من رئيس مجلس الاداره عضو المنتدب برشاد رفاعي. الحقيقه انا ما عنديش فكره هم ليه الوطني اساسا كانوا نشروا الموضوع ده، يعني انا عندي بس الرد والنفي، لكن ايه اللي خلى وطني كانت نشرت موضوع انه لا للمسيحيين او تحت تحت هذا العنوان يعني المقال ما يعني مش فاهمين مش فاهمه عن ابعاده وكانت ايه يعني موضوع القرار ده، ولكن الشركه بتنفي. برضو البابا توادرس بيجري تعديلات باللجنه الاكليريكيه لشؤون الكهنه. والموضوع ده برضو كان البابا اكد انه في تغييرات او اللجنه في بعض المصادر قالت في تغييرات اجراها البابا شملت تنصيب الانبا لوكاس اسقف ابنوب الفتح لرعايه شؤون الكهنه لمحافظات وجه ابلي والانبا سؤدوسيوس اسقف الجيزه وتوابعها رئيس المجلس الكريكي للكهنه في محافظات الوجه البحري البحري والقاهره وانه التغييرات دي هتطبق لمده ثلاث اعوام وذلك لاجراء بعض الاصلاحات اللي بتخص الكهنه يعني ده موضوع علاقه بالكهنة استقبل قداسة البابا النهارده في المقر البابوي بالكاتدرائية السكرتير العام لمؤسسة أكت ألينس دي يمكن كانت أهم الحقيقة الأمور الخاصة بموضوع الملف القبطي والأخبار القبطية